عندي سؤالين في الختام، لأن احنا خلاص الوقت. الناقد الكبير طارق الشناوي قبل أن يكون موجود في برنامج ساخر من أجل الأموال أو الفلوس. اقصد على البرنامج اللي هو لا لا خالص، البرنامج ده من وجهة نظري وإنه كان مرتب معاك ولم يوقع بيك لا ولا لا شيء. انا لا انا طبعا ما كانش مرتب يعني، انا وكان اللي بيعملوه صحابك يعني، حد صاحبي اعرفه كويس زي المعد عندك في البرنامج بقى اعرفه اكيد صاحبي مش كده، فلما يكلمني على حاجة بوافق عليها يعني، ممكن مثلا يكلمني على محطة هنصور في لبنان هنعمل حاجات كده، فقال لي معد اعرفه كويس جدا احنا هم يعني عملوها بذكاء، اللي يكلمك صديق وحد انت بتثق فيه، قال لي احنا هنصور في جزيرة بالي وانه في شركة في دولة الامارات في دبي اظن او ابو ظبي هي المسؤولة و و فقلت له ليه بالي يعني، يعني ده يعني ما نصور في لبنان ممكن ارخص يعني، فكرت فيها كده، فالمهم لقيت شركة بتكلمني وبيقولوا لي ليه هم هيصوروا ببالي، ايه المنطق بتاعهم، ان عندهم فنادق اوريدي هناك فهيكون فبالتالي الموضوع توفير هيوفروا، يعني. فادي الحكاية، لكن كان طبعا طيب بعد المقلب الساخر اللي حصل في حضرتك، قبلت إذاعة الحلقة على الهواء؟ اصلا انا حسيت عايز ده نوع من البرامج كويس، وانا يعني حسيت انه يعني انا هم عايزين ايه في الاخر، تشتم مش كده، ما شتمتش، هو ايه اللي الناس بتتفرج عليه، التيت كان فيه تيت اكيد، لا واخده بالك، بس ادي القصه، يعني ما كانش في مساحة ان حضرتك ترفض إذاعة الحلقة لا اصل انا حسيت انه حفاظا على هيبة طارق الشناوي ايه الهيبه اللي فيها، كناقد واحد فني لا يعني بيكيل للجميع اتعمل فيك وجهة مقلب نظر عادي زي ما حاد. اتعمل في كل الناس، اشرف زكي ده رئيس اكاديميه الفنون مش كده ولا مش رئيس، ونقيب الممثلين اتعمل فيه مقلب يعني، طب ما هو كان ممكن دلوقتي يبقى مثلا ده بدرجه وزير بالمناسبه، رئيس اكاديميه الفنون تبقى القانون وزير، حلو اتعمل فيه مقلب، هل ده يهزه انه اتعمل فيه مقلب يعني، عايز اقول طب لو ولا حد، اتكرر المقلب تاني هتقبل إذاعته على لا الهواء؟ اتعمل انا ازاي اتعمل فيه مقلب مرتين يعني يعني، ولو لا مقلب من نوع آخر هتقبل لا إن لا أنت يعني تكون عايز في اقول لا ما انا الوضع هرك ده تاني؟ يعني بقول لك هبقى مركز قوي، انما فعلا اتعملت بذكاء ومقلب وست عادي يعني، اتعمل فيك مقلب خلاص اوكي يعني، لكن ما تقبلش تعمل فيك مقلب تاني. لا لازم اذا انا بقى ما كنتش مركز، بس انا مركز يعني عايز اقول لك هو اتعمل بذكاء لازم اعترف انه، لان هم بيفكروا في مخك انك انت اللي يكلمك صاحبك، فيبقى بالتالي بدأنا بداية، اصل واحد غريب تشك فيه واحد صديقك بتخلص، كان في بعد خديعة كده شوية في الموضوع يعني. الاسئلة اللي بتدور جواك بيتم الاجابة عليها وهكذا. التساؤل الأخير وخلصنا يا جماعة وخارجين فاصل. مقالات حضرتك بتحمل نوع ساخن جدا من النقد، هل ده كان مدخل طارق الشناوي الذي اختاره لنفسه للانتشار والتحقق؟ شفت ان ده الطريق الوحيد ان انت تكون حاد فقررت ان انت تسلكه رغم كل الحاجات اللي كانت فيه؟ لا لما الاسلوب انت ما تتعمدوش، العمل الفني بيطرح حاله، انا زي ما قلت لك في الاول لازم تبقى انت جواك حس الكاتب يعني، الكاتب مش كاتب الصحفي عادي يا أستاذ طارق، حضرتك مقالاتك يعني قوية لاذعة، ايوه، العمل اخترت الفني الطريق ده في النقد مش للوصول. كل عمل فني بيطرح اسلوبه يعني، مثلا لو هكتب على رسائل البحر هكتب بشاعريه لان امامي فيلم فيه شاعريه وفيه عمق واخد بالك، لما هكتب مثلا عن خرج ولم يعد في حاله يعني، كل فيلم له حاله خاصه ولازم تتعدد احساسك وتقدر تملك المفردات اللي تعبر عن الحاله دي.